ضياء السيد واحد من أبناء النادي الأهلي الذين يشار إليهم بالبنان في عالم التدريب. بدأ مشواره مع المارد الأحمر ناشئا عام 1974 وتدرج في قطاع الناشئين حتى مثل الفريق الأول وكان أحد نجوم جيل الثمانينيات وبداية التسعينيات، وتوج معه بالعديد من البطولات. وعلى الصعيد التدريبي بدأ ضياء السيد مشواره في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وحقق نتائج طيبة في مختلف المواسم حتى قرر خوض تحديات جديدة وتولى تدريب نادي إم بي وقدم مع الفريق البترولي مباريات كبيرة. وبدأ ضياء السيد صفحة جديدة في مشواره التدريبي بتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر للشباب في كأس العالم 2011 في كولومبيا، والتي شهدت مولد نجم كبير يدعى محمد صلاح. ويعتز محمد صلاح كثيرا بمدرب ضياء السيد ويعتبره من الملهمين في مشواره بعدما لعب تحت قيادته في منتخب الشباب وكذلك المنتخب الأول في ولايتين، حين عمل مساعدا للأمريكي بوب برادلي والبرتغالي كارلوس كيروش. خلال مشواره التدريبي قاد ضياء السيد فريق نادي إم بي بالإضافة إلى تجربة مع سيراميكا كليوباترا، وعمل مديرا فنيا للاتحاد الإماراتي لكرة القدم.